اتعلموا مني اتعلموا يا مني يا ابلي ما ابلي روح. ما روح. كيف نقوم بصنع جهاز يفتح ويغلق الباب من خلال الإحساس بالضوء؟ فكلما شعر في الضوء قام بفتح الباب. مكونات المشروع: 1- لوحة الأردوينو، 2- سلك للطابعة، 3- حساس الضوء. وهذا الحساس يستطيع الإحساس بالضوء، فيمكنك من خلاله صنع نافذة إلكترونية مثلاً تفتح عند ظهور ضوء الشمس، وغيرها الآلاف من المشاريع. ولقد وضعت لكم رابط يشرح عن هذه القطعة في وصف الفيديو. دعونا الآن نعود لمكونات المشروع: 4- بريد بورد، 5- مقاومة كهربائية. والمقاومة الكهربائية تأتي بأحجام وأشكال مختلفة، ووظيفتها تقليل مرور الكهرباء على القطع الإلكترونية. ولقد وضعت لكم رابط يشرح عن هذه المقاومة من خلال عمل تجربة توضح فكرة المقاومة الكهربائية في صندوق الوصف. 6- أسلاك، ونحتاج إلى 6 أسلاك ذكر ذكر، 2 أسلاك ذكر إلى أنثى. 7- ميكرو سيرفو. من استخدامات هذا الجهاز قدرتنا على التحكم في أجنحة الطائرات الريموت كنترول والكثير الكثير من الأعمال. ولقد وضعت لكم أيضا رابط يشرح عن هذه القطعة. طريقة المشروع: أولا، نقوم بتوصيل الأردوينو في الكمبيوتر. 2- نقوم ببرمجة الأردوينو. فقط كل ما علينا هو تحميل الكود، ولقد وضعت لكم الرابط في صندوق الوصف. ومن ثم ننسخ الكود ونلصقه في البرنامج ونضغط على هذا الزر. 3- نقوم بتوصيل القطع بعضها ببعض كما في الصورة التي ترونها أمامكم. ولقد وضعت لكم أيضا رابطا للصورة في أسفل الفيديو. الحمد لله، لقد انتهينا من تركيب القطعة، وها نحن ذا، لقد انتهينا من صنع الجهاز. نلاحظ أعزائي أن الحركة ضعيفة، فمقدار الحركة 20 درجة، ولزيادة هذه الدرجة نقوم بالتالي: نذهب إلى النص الخاص بالبرمجة، ومن ثم نلاحظ رقمان. الرقم الأول يحمل العدد 100، والرقم الثاني يحمل العدد 80. فنقوم بعملية حسابية بسيطة: 100 - 80 يساوي 20 درجة. إذن الجهاز سيميل إلى 20 درجة. أنا أريد أن ينحرف إلى زاوية 90 درجة. أقوم بتغيير الرقم هذا إلى 0، وتغيير الرقم هذا إلى 90، ثم نحسب العملية الحسابية: 0 - 90 يساوي 90 درجة. وكما تلاحظون تحرك السيرفو إلى 90 درجة. ولقد صنعت قفلا خاصا بي، ويمكنكم صنع الأقفال الخاصة بكم كيفما شئتم. وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
الباقيات الصالحات.